بكم أصدقاء المشاهدين في حلقة جديدة في برنامجنا يلا نشهد. برحب بيكم النهاردة وبصلي من كل قلبي أن تكون بخير وصحة. أصلي من كل قلبي أنك تكون كمان كل أمورك، ولو مش كل الأمور بتاعتنا بتبقى زي ما احنا عايزين، لكن أصلي باسم يسوع أن جزء كبير جدا من حياتي وحياتك تكون في خير وسلام. أصلي كمان أنه في كل وقت إحنا بنيجي فيه قدام ربنا بنتأمل في كلمة الله، أن الرب يفتح قلوبنا وعيوننا عشان نفهم حقيقة جديدة، نفهم شيء جديد في كلمة الله وفي علاقتنا اليومية مع الرب. علاقتنا وشركتنا مع الله هي علاقة يومية، علاقة شخصية. لما بقول عن علاقتي مع الله فأنا بتكلم عن علاقة وصداقة وشركة بيني وبين الله. أنا مش عارف، يمكن الكلام ده بالنسبة لك جديد، يمكن بالنسبة لك غريب شوية، لكن دي الحقيقة. الله هو أبونا، الله هو اللي خلقنا، الله هو اللي أحبنا، الله هو اللي عمل كل حاجة عشان أنت وأنا أكون موجود، وعشان كده هو يريد أن يكون في شركة وعلاقة بيننا وبينه وبين الله. امبارح العالم كله تقريبا احتفل بالفالنتاين، عيد الحب، ومن كل قلبي بصلي وبطلب من الرب أن تكون كل أيامك وحياتك مليانة بالحب والسلام والهدوء، برغم أنه ده مرات كتير جدا في حياتنا بتبقى فيه مطبات زي الطيران، لكن على العموم أقدر أعيش في وسط العالم المضطرب في هدوء وسلام لما يكون عندي أساس هذا المحبة. أصلي من كل قلبي النهاردة وإحنا بنتكلم عن طريق المحبة، طريق الحب مصدره إيه؟ أصلي من كل قلبي النهاردة إن الرب يفهمني ويفهم حضرتك وحضرتك حقيقة جديدة في علاقتنا وشركتنا مع الرب. مرة تاني برحب بيك، مرة تاني كمان بقول لك في نهاية الحلقة بيكون عندنا وقت بنصلي مع بعضينا، وأنا بثق تماما وبحب الصلاة لأن إلهي بيسمع الصلاة. عشان كده اكتب طلبة صلاتك من الآن وابعتها لينا، وإخواتي في فريق الإعداد هيبعتوا لينا الصلوات ويكون عندنا وقت بنصلي مع بعضينا. تعالوا زي ما احنا متعودين نبدأ الحلقة بتاعتنا بترنيمة جميلة ونرجع نقرأ جزء من كلمة الرب ونبدأ الحلقة بتاعتنا. أهلا بكم أصدقائي مرة تاني في بداية الحلقة النهاردة. طريق المحبة وطريق الحب. لما بنتكلم عن المحبة أو الحب الحقيقة احنا بنتكلم طبعا عن جزء مهم جدا وعن منطقة حساسة جدا في حياتي وحياتك. بنتكلم عن جزئية مهمة جدا ان بتلمس كل مشاعرنا وقلب الإنسان من جوه. عشان كده انه الكتاب المقدس بيوصينا جدا، وأساس كلمة الله وأساس فكر الله من نحو الإنسان هو محبة الله لنا. كل حاجة في الدنيا لها مصدر، الحب ليه مصدر، وكمان البركة لها مصدر، والشر ليه مصدر، كل حاجة في حياتنا لها مصدر. الحب والمحبة ليهم مصدر وطريقهم هو معروف. خليني أقرأ معاك الجزء اللي كتبه لينا الرسول يوحنا في رسالته الأولى وأصحاح 4 ومن عدد 7 لعدد 16، كتب لينا كلمات جميلة جدا. قلت وهفضل أقول إن الكتاب المقدس بالعهدين الجديد والقديم مليان المحبة. أكتر كتاب ممكن تلاقيه بيتكلم عن الحب لأنه بدايته وأساسه هو أن الله محبة، الله أحب البشرية كلها. من عدد 7 رسالة يوحنا أصحاح 4 بيقول: أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. أيها الأحباء، إن كان الله قد أحبنا هكذا، ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا. الله لم ينظره أحد قط، إن أحب
بعضنا بعضا فالله يثبت فينا ومحبته قد تكملت فينا. بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا، أنه قد أعطانا من روحه، ونحن قد نظرنا ونشهد أن الله، أن الآب قد أرسل الابن مخلصا للعالم. من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو فالله. ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت فالله والله فيه، ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة. كلمات جميلة كتبها لنا الرسول يوحنا. وخلينا أقول لك أن الرسول يوحنا امتاز بجوانب كل حد في الأربع أناجيل، كتب لنا جزئية معينة اختص بيها في جزئية معينة. الرسول يوحنا اختص الحقيقة في أنه قرب من قلب الله الآب، اتكلم عن محبة الله، اتكلم عن العلاقة، واتكلم عن الجزئية المهمة جدا في حياتنا وحياة بيننا وبين الله. عشان كده الرسول يوحنا شخص كان قريب من قلب المسيح، كان قريب جدا، وعشان كده انه كان دائما بيقعد جنب المسيح. وعايز اقول كده بكل بساطة، يمكن الرسول يوحنا قرب منا قوي، قدر يسمع دقات قلب المسيح اكتر فاكتر، عشان كده وصف لنا جزئية مهمة جدا. طبعا ما قدرش الرسول يوحنا يوصف، ولا في حد يقدر يوصف محبة الله. احنا بنجتهد عشان نقدر نوصف محبة الله من نحو البشر ومن نحونا. لكن شخصية جميلة جدا، معروف انه لو انت حبيت شخص او حبيت حاجة معينة، فانت بتتأثر فكريا وشخصيتك بتتأثر بالشيء اللي انت بتحبه. الناس اللي احنا بنحبهم ويحبونا كمان بيبقى ليهم دور في صياغة حياتنا وشخصيتنا، مهم جدا. وبالتالي عشان انا وانت مخلوقين على صورة الله، ولان الله محبة، فبالتالي لما يكون عندنا علاقة وشركة مع المحبة التي هي الله، فبالتالي هذه الحب اللي في الله بينعكس في شخصيتنا، بينعكس في تصرفاتنا، بينعكس في أسلوب حياتنا، لأن عندنا علاقة وشركة مع المحبة. خلي بالك، الحب مش مجرد كلمات، صحيح قلت كل سنة وانتوا طيبين بالفالنتاين مبارح بعيد الحب، لكن الحب مش كلمة، الحب تضحية، المحبة بذل وعطاء. خلينا أقول لك، الحب يعني الحياة، وعدم الحب يعني الموت. الشخص اللي بيحب هو عنده حياة، هو عايش، هو حي، هو بيتحرك. لكن الشخص اللي المحبة والحب مش موجودين في حياته، شخص ميت. يمكن يكون بيمثل، يمكن بيكون بيحاول يظهر بمظهر انه فرحان، لكن عشان كده كل شخص ما عندوش علاقة حقيقية مع المحبة مش هيقدر يحب، مش هيقدر يحب. منين جبت انه الحب يعني الحياة، او المحبة تعني الحياة، وعدم المحبة وعدم الحب يعني منين جبت الكلام ده؟ من كلمة الله. مرة من المرات واحد فريسي جي سأل الرب يسوع لي كل المجد، سأله سؤال مهم جدا، وأصلي من كل قلبي انك انت النهاردة وانتي تسألي السؤال دوت. السؤال ده كان سؤال مهم جدا، ماذا اعمل لأرث الحياة الأبدية؟ اللي اعمله عشان احيا، اللي اعمله عشان ما موتش. كان الجواب من الرب يسوع المسيح، قال له هو ايه اللي مكتوب؟ قال له مكتوب تحب الرب إلهك من كل قلبك ونفسك وفكرك وقدرتك، وتحب قريبك كنفسك. ده كلام الناموسي، الشخص الناموسي للمسيح. كان جواب الرب يسوع ليه في جملة صغيرة قوي، قال له افعل هذا فتحيا. إذن تحب الرب إلهك من كل قلبك
ونفسك وفكرك وقدرتك وتحب قريبك اللي هو الإنسان أيا كان، أيا كان لونه شكله خلفيته منين، هو ده الإنسان، هو ده القريب بتاعي، هو ده قريبي، هو الإنسان. لما أعمل كده أنا حي. عشان كده الحب الحقيقي يعني الحياة. عدم الحب الحقيقي وعدم وجود محبة يعني الموت. فين ألاقي المحبة الحقيقية؟ فين ألاقيها؟ فين؟ في أي محل. أنا ممكن أروح أجيب بوكي ورد، أنا ممكن أجيب هدية في عيد الحب، لكن ممكن أجيب الهدية وممكن أقدمها وأنا مش بحب. ممكن يكون أنا بحاول أصطنع الحب، أنا بحاول أقدم كلمات، لكن في واقع الأمر أنا مش بحب. خلينا أقول، امبارح كنت بقول في الكنيسة عندنا، ممكن في ناس كتير قوي بتقدم أشياء لكنها مش بتحب، بتعطي لكنه مش بيحب. لكن صعب جدا، صعب جدا على إنسان يحب وما يقدمش. الحب الحقيقي يعني العطاء والبذل والتضحية. ده اللي شفناه في شخص الرب يسوع ليه كل المجد. على فكرة الشخص الوحيد اللي رسم لينا طريق الحب هو شخص الرب يسوع المسيح. الحب الحقيقي بلاقيه عند المسيح، لأنه هو ثار لنا مثال ونموذج للحب. قدم نفسه. الحب إن هو أخلى نفسه. الرب يسوع ليه كل المجد الذي كان بلا خطية ولم يعرف خطية، هو ترك المجد، ترك السماء وجاء على الأرض عشان يقدم نفسه من أجلي أنا الخاطي، أنا الشرير، عشان يعطيني حياة أبدية. هو ده الحب، هو ده الحب. عشان كده المسيح الشخص الوحيد اللي قدم لينا نموذج رائع جدا للحب والمحبة. الحب اللي في المسيح ينقل إنسان زي من السقوط ومن الخطية ومن اليأس ومن العدم الأمان إلى منطقة الحب، لأنه بشخص الرب يسوع انتقلنا من الظلمة، من عدم الحب إلى النور الحقيقي في المسيح يسوع. عشان كده علاقتنا مع المسيح هي علاقة العيلة. الكتاب بيوصفنا نحن عائلة الله. لما بنقبل المسيح، لما بنفتح قلبنا ليه، لما بنقول له أنت رب وسيد لحياتي، لما بنسلم له حياتنا، فإحنا بنكون جزء في عائلة الله، لأنه الله دعانا أولاد وليس عبيد. إحنا مش عبيد، إحنا كنا عبيد زمان في الخطية، لما كنا بعيدين، لما كنا خراف بلا راعي، لما ما كانش لينا أب. لكن لما صرنا في المسيح صرنا عائلة الله، وبالتالي صرنا إحنا أولاده وهو الأب، وهو رئيس العيلة. ورئيس العيلة دوت والراعي للعيلة والشخص الكبير في العيلة اللي هو الله، الله محبة. وبالتالي نحن صرنا أولاد المحبة، وما ينفعش إطلاقا نكون في حتة تانية غير إن إحنا في عائلة المحبة. مش هقدر أعيش في عائلة المحبة، في قصدي في علاقتي مع ربنا، إذا ما كانش عندي حب. ده اللي قدر يوصفه لنا الرسول يوحنا. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. مفيش حب أعظم من كده، مفيش حب أعظم من كده، إن رب يسوع لي كل المجد صار خطية وقدم نفسه من أجلنا. عشان كده يوحنا 3:16 بقول لك رائع جدا الرسول يوحنا. ليه كتب عن الحب؟ ليه كتب عن قلب الأب؟ ليه كتب عن العلاقة الجميلة بين الإنسان لأنه هو كان قريب قوي من قلب المسيح. وخلينا أقول لك حاجة مهمة جدا، وأقول لنفسي طبعا، إن كل ما أنا كنت قريب من قلبه كل ما قدرت أوصفه أكتر، كل ما أنا كنت بقعد معاه أكتر كل ما هتكلم عليه أكتر، كل ما كنت موجود من منبع المحبة والينابيع بتاع الحب الإلهي، كل ما أنا قدرت أنشر هذا الحب أكتر. هو مش هقدر أعمل كده غير لما أكون قاعد معاه. عشان كده الرسول يوحنا كتب لنا في يوحنا 3:16 لأنه كذا أحب الله العالم حتى بذل، حب وبذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك
كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هو نفسه اللي كتب لنا وقال انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. هللويا، لي كل المجد. يا بختك يلي أنت عندك علاقة مع المسيح. يا هناك ويا سعدك ويا أقول لك مليون مبروك إنك عندك علاقة مع رب المحبة. تعالوا مع بعض نسمع الترنيمة دي ونرجع نكمل موضوعنا تاني. أهلا بكم أصدقائي مرة تاني بعد الترنيمة الجميلة اللي سمعناها دمك فداني، وإحنا بنتكلم عن طريق الحب والمحبة اللي من خلاله الرب يسوع المسيح قدم نفسه على الصليب، قدم نفسه عشان بيحبك وبيحبني. ولو أنت مش قادر تفهم الجزئية دي أرجوك فكر وصلي واطلب منه أن يفهمك الجزئية دي. لو صعب عليك قوي أنك قابل موت المسيح على الصليب أنا معاك، يمكن عندك مفاهيم غلط، يمكن اتقالك كلام، يمكن تعليم معينة، لكن عايز أقول لك اطلب منه. هو ده الحب اللي بنتكلم عنه النهاردة. الحب مش كلمة، لكن الحب بذل وعطاء. وده اللي كنا بنقوله من شوية، أنه بداية الحلقة اللي كتب لينا الرسول يوحنا هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه، أرسل الابن، أخذ صورة الإنسان عشان يظهر لنا هذا الحب الإلهي. قبل نهاية الحلقة كنت بتكلم في اللي كتبه لنا الرسول يوحنا، انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. ده امتياز وهبة ونعمة كبيرة جدا، إن إحنا اللي كنا بعيدين، إحنا اللي كنا في الخطية صرنا أولاد الله. لكن في نفس الوقت هذا الهبة وهذه العطية الرائعة جدا والمكانة الكبيرة قوي كمان تجعلنا يكون عندنا مسؤولية مهمة تجاه هذا الحب، إن إحنا نكون مسؤولين. الفايدة لو نحن أبناء الله ونحن نسلك سلوك لا يظهر الله فينا، عشان كده بقولك إن طريق المحبة في مسؤولية علينا. في ناس كتير قوي ممكن يكونوا أطباء، في أطباء شاطرين، لكن في كمان أطباء مش بيعرفوا يعالجوا المرضى بتاعهم. في أطباء مش قادرين يعالجوا، مش بيعرفوا يعالجوا. عشان كده برضو في ناس كتير قوي بتقول يا رب، لكنهم مش بينقولوا صورة الله الحقيقي. في ناس كتير قوي بتنادي على الله، بس مين هو الله؟ عشان كده المسيح قال إنه ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. أي إله أنا بنادي عليه؟ عشان كده كتاب بيقول لنا برضو الرسول يوحنا في يوحنا 1:10 بيقول كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. الرب ليه كل المجد. كان في العالم، وهو لما كان في العالم هو أصلا اللي خلق البداية، هو اللي عمل كل شيء، لكن للأسف لم يعرفه العالم. ليه؟ لأنه الناس بتختار الظلمة واختارت طريق عدم الحب والمحبة، رفضت المحبة. بكل بساطة طريق الحب إنه المسيح قدم نفسه ذبيحة حية من أجلنا، مات على الصليب عشان يقدم لينا الحب. وإما الإنسان بيقبل يقبل هذا الحب أو يرفضه. فعشان كده كان في العالم وكون العالم به، لكن الناس رفضته لأنهم رفضوا طريق الحب، مش قابلين ذبيحة الحب. هو كان بار، هو لم يفعل خطية، لكنه من محبته لينا، من محبته للجنس البشري، هو خضع لهذا الأمر حتى يظهر لنا محبتنا. أيها الآب، أيها الآب، ده بيكتبه لنا الرسول يوحنا في أصحاح 17 وعدد 25 في صلاة المسيح من أجلنا لما كان بيصلي من أجلنا. أيها الآب البار، أن العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني. أيها الآب، في ناس عرفت وفي ناس ما عرفتش. وصلاتي النهاردة لكل حد لسه ما حطش رجله على طريق الحب الحقيقي، عايز أقولك الآن فرصتك. البرنامج ده النهاردة عشانك، الرسالة دي عشانك، الرسالة دي عشانك انتي. انت وانتي مش قاعدة صدفة قدام النهاردة بتشوفنا دلوقت، او كمان هتشوفنا بعد انتهاء الحلقة، هتشوف الحلقة دي.
عايز أقول لك كل حد مجروح، كل حد مش لاقي حب، أنا النهاردة بحاول أساعدك من خلال كلمة الله. الحب الحقيقي موجود في المسيح يسوع، بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به، لكي نحيا به. بدونه مفيش حياة، بدون طريق المسيح مفيش حياة. عشان كده الكتاب بيتكلم لنا في هذا الأمر في إعلان واضح جدا ورسالة واضحة جدا لعمق محبة الله، لها طول وعمق وعرض وارتفاع هذا الحب. يا لعمق ويا لغنى محبة الله فينا، طولها هذا الحب، طول الحب ده إنه هكذا أحب الله العالم. كل الناس، كل الناس، يمكن البعض عنده مفهوم غلط إنه المسيح جاء من أجل المسيحيين فقط إطلاقا. ما كانش في حاجة اسمها مسيحيين، لكن عندما دعيوا مسيحيين، لما قبلوا المسيح صارت الناس، الكنيسة الأولى، دعيوا مسيحيين. لكن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يأتون، يقبلون. عشان كده أنا بقدم ليك النهاردة أخويا أختي دعوة الحب النهاردة. أرجوك لو أنت لسه ما اكتشفتش طريق الحب، المحبة والحب مش هنجيبه بالعبادات على فكرة، لا مروح أي أماكن عبادة ولا من خلال طقوس معينة إطلاقا. أرجوك أرجوك ارجع معايا من بداية الحلقة وراجعها مرة تانية. الرسول يوحنا قال إن لو أنا عرفت الله فأنا سبت فيه، فأنا سبت في المحبة والمحبة فيا. لو أنا ما عرفتش الله مش هقدر أحب، مش هقدر أحب. عشان كده عمق هذه المحبة، عمقها إن مفيش حد هيهلك، كل اللي يأتوا إليه بغض النظر مين هم، بغض النظر مين هم. يعجبني قوي قوي منظر وموقف الرب يسوع وهو على الصليب، وكان عن يمينه ويساره للصين. منظر واحد منهم ابتدى يتجاوب، ابتدى يرى في المسيح الحب، ابتدى يشوف حب المسيح من أجل البشرية كلها، وابتدى يصرخ ويذكر ويقول له اذكرني متى جئت في ملكوتك. خلينا أقول لك، اللص ده مات لما برضو مات الرب يسوع على المسيح على الصليب، لكن خلينا أقول لك كان بينه وبين الموت، كان بينه وبين الهاوية لحظات، خلينا أقول لك كان بينه وبين الهاوية مليمترات وينزل الهوية، لكن لحقته إيدين المسيح لكي لا يهلك، لكي نزل. وكأن المسيح أخده من الهوية، أخده من الهلاك، أخده من البعد، وقال له المسيح اليوم تكون معي في الفردوس. هو ده الحب. شاف اللص اللي كان بجانب المسيح هذا الحب. وأصلي من كل قلبي إن النهاردة يسوع بيحبك، إنك تقبل محبة المسيح، إنك تفتح قلبك وتفتحي قلبك لي مهما كان مضية، مهما كان لوني، مهما كان شكلي. على فكرة هو اللي بيحرر، وهو اللي بيشفي، وهو اللي بيطهر كل من يؤمن به، كل من يؤمن به. يا لروعة محبة المسيح، شفناها في حياته قبل ما نشوفها على الصليب، شفناها وهو موجود على الأرض عايش بين الناس، شفناها وهو يقول يصنع الخير بين البشر، شفناها وبيتنقل من مكان لمكان ومن قرية إلى قرية ومن حتة لحتة وهو يشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، شفناه وهو بيطعم، شفناه وهو بيشفي، شفناه وهو بيقيم الموتى، شفنا الحب في المسيح، شفناه لما كان بيروح يقعد مع العشرين والخطاة اللي كان في نفس الوقت رجال الدين بينتقدوا ويبصوا للناس دول بنظرة تانية، شفناه بيقعد مع المرفوضين، شفناه لما كان حد بيدور على المسيح كان بيلاقي مكانه وسط الناس البسطاء، شفنا حب المسيح
لما يضرب مشوار، يطلع مشوار من اليهودية عشان يروح للسامرة، ما كانش في تعامل خالص. اليهود ينظرون للسامرين انهم دول شعب نجس، شعب خارج دائرة الله، لا عادات ولا ثقافات ولا ديانة ينفع يتعاملوا الاثنين مع بعض. لكن يسوع كسر الحاجز، الحب اللي كان في قلب يسوع كسر كل حاجز ودخل السامرية ويلتقي بالمرأة السامرية اللي حاولت تجد الحب في 5 أزواج من قبل، حاولت تلاقي الفالنتاين في 5 أزواج. ولما سألها المسيح كانت صريحة، ولما شافت قلب يسوع ابتدت تجاوب معاه وابتدت تقول له كل حاجة فعلا، لأن شافت في عينيه أنه مش شخص جاي ينتقدها، هو شخص جاي يساعدها. ما شافتش فيه أنه هو شخص جاي يدينها أو يدوس عليها أو زيه زي الآخرين عنده طمع في حاجة معينة، لا، شافت في عينيه الحب، عشان كده ابتدت تكون معاه صريحة. عشان كده قالت له أنا عايزة من المية دي، أنا بقالي سنين أشرب من مية وفكرة أنها مية فيها حب، لكن كنت بعطش وبجرب من حتة لحتة. زي يمكن النهاردة برضو في حد عمالة تجرب الحب من حتة لحتة، من مكان لمكان، من علاقة لعلاقة، يمكن عمالة تدخل في علاقات غير مقدسة، يمكن في علاقات خارج نطاق الزواج، يمكن علاقة من حد من وراء زوجه، من وراء زوجها، علاقات غير نظيفة وحاسس ان هي فيها حب. ده مش الحب، ده اللي اكتشفت السامرية في لقائها مع المسيح. لا لا لا، الحب الحقيقي في ان انا اخذ مية من ايديك، انت اعطني من هذا. قالت له اعطني يا سيد حتى لا اعطش وما ارجعش مرة تانية. بتدور على الحب، عمالة تدور عليه في علاقات كتيرة قوي، عايز اقول لك مش هتشبع، طريق غلط، ارجع. وخلينا اقول لك يمكن ان الرب سترها طول الوقت اللي فات على العلاقات الغير مقدسة، لكن يمكن حان الوقت النهاردة الرب يقول لك كفاية وارجع، تعالى اقبل هذا الحب الحقيقي، اقبل هذا الحب. اختبرت المرأة السامرية هذا الحب وخرجت من هذا اللقاء بمبشرة، خرجت منه بشخصية تانية خالص، خرجت من هذا اللقاء وقالت له حقا انت اللي بيقول عليك المسيح، انت المسيح. اصلي من كل قلب النهاردة اني محبة الرب تصطادك النهاردة، اللي مفتوحة ليك، الرب موجود هنا عشانك وعشاني، عشان النهاردة يقدم ليك وتقبل الحب الحقيقي. زي ما الترنيمة الجميلة بتقول قصة الحب العجيب قد رواها لي حبيبي، قصة الحب العجيب كانت في الصليب، كانت في أنه هو قدم نفسه، وعليك أنك تقبل هذا الحب. حبائي تعالوا مع بعض نسمع الترنيمة اللي جاية، وقبل ما نسمع الترنيمة أرجوك ابعت طلبات الصلاة إذا كان عندك طلبة صلاة، وإحنا هنصلي معاك النهاردة في نهاية الحلقة. نسمع الترنيمة ونرجع ننهي الموضوع بتاعنا مرة تانية في حلقتنا النهاردة، وإحنا بنتكلم عن طريق الحب. خليني أقرأ معاك جزء من أعمال الرسل أصحاح 17 وعددين 30-31. الله فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمن أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. وإحنا بنتكلم عن الحب، وإحنا بنتكلم عن طريق المحبة اللي قدمها لينا ورسم لينا ليها الطريق دي الرب يسوع لي كل المجد. في نفس الوقت كمان لازم نقدم حقيقة مهمة جدا، إنه عدم رفض الحب، عدم قبول الحب، وعدم قبول اليد الممدودة لي بالمحبة والحب، أنا بحط نفسي في دائرة الخطر. لأنه الله قدم نفسه، الله أرسل ابنه، الله قدم طريق الحب، وإذا كنت أنا برفض فأنا بتحمل. الله يأمر
في نفس الوقت الله أحب البشرية، هكذا أحب الله حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. بس في نفس الوقت كمان الله يأمر جميع الناس أن يتوبوا، يرجعوا، يقبلوا الخلاص. وعشان كده واحنا بنتكلم عن الحب نتكلم كمان عن أنه في دينونة، وإلا يبقى عندنا الإنجيل ناقص. عشان كده كلمة الله بتعلمنا أنه المحبة الكاملة وأيضا تطرح كل خوف وتطرح كل أمور في داخل الإنسان. عشان كده أنه في أمر إلهي، إذا كان النهاردة الملوك والقادة المسؤولين علينا لما بيأمروا يعطوا قرار أو أمر يجب علينا أن احنا كلنا نطيع الأوامر دي، فإذا كان هذا الأمر جاي من الله، الله يأمر جميع الناس في كل مكان وفي كل زمان أن يتوبوا. وعشان كده الرب يسوع المسيح هو الطريق الحقيقي للخلاص، هو الحق والحياة، هو نفسه اللي قدم نفسه عشان يصير كل حد يلتصق به ويقبله ينال حياة أبدية. في حقيقة مهمة جدا، خلينا أقرأ معاك الآية عبرانيين 10:29 بيقولين، عبرانيين 10:29، لكل شخص بيرفض إيد الحب، بكل شخص لكل شخص بيرفض طريق المحبة، فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله. كم عقاب وأشر من الناس اللي تدوس محبة الله. وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة. عايز أقول لك وإحنا بنتكلم عن المحبة والحب، عايز أقول لك في خطورة كبيرة جدا لكل حد بيزدري، لكل حد بيدوس محبة الله، لكل حد بيرفضها. محبة الله ظهرت في طريق واحد، محبة الله ظهرت في شخص واحد، هو يسوع المسيح الذي قدم نفسه، اللي شفنا فيه الحب، اللي شفنا فيه عطاؤه، اللي شفنا فيه محبته، اللي شفنا فيه قد ايه انه كان يجول يصنع خير ويلمس قلوب الناس. وعشان كده الكتاب بيقول كل الذين اقتربوا منه نالوا الشفاء، نالوا شفاء جسدي، معجزات كتيرة عملها المسيح وما زال يعمل، وأيضا شفاء روحي داخلي، شفى النفس المكسورة، كان بيشفي الناس المقصورين، الناس اللي عليهم أرواح شر، الناس اللي مقيدين بأرواح شر، الناس اللي قيدوهم السحر، الناس اللي أمور وعلاقات دينية أثرتهم في عبادات معينة، هو كان بيحررهم. عشان كده المسيح قال عن نفسه روح الرب علي لأنه مسحني، أرسلني لأبشر، لأشفي، لأطلق. أصلي من كل قلب النهاردة كل حد مقصور بيشوفنا، كل حد في سجن عدم المحبة، أصلي أنك تفتح قلبك النهاردة لي. وعشان كده الناس كانت بتلتصق بيه لما كانوا بيسمعوا عن المسيح ماشي في طريق معين، كانت الناس بتروح. راحت لي امرأة نازفة دم، صرفت، راحت لأطباء كتيرة جدا لكن ما قدروش يساعدوها، لكن كان عندها إيمان، أنا لو لمست طرف ثوبه، هد ثوبه، أنا هتشفي. هو ده الإيمان، تقدمت بإيمان، هو ده المحبة اللي راحوا لي بالمفلوج شايلينه قدام يسوع ويسوع رحمه وشفاه. هو ده المرأة اللي جات كسرت قارورة الطيب عند رجلين يسوع، شافت حب برغم ان كان في انتقادات من الناس اللي حواليها، برغم انه ناس مقربين وناس رجال دين انتقدوا هذه المرأة، كيف انها قارورة طيب غالية جدا تكلفتها ممكن تكون شغل سنة في ذلك الوقت تكسرها، أليس كان هذا يعطى للفقراء؟ لكن شافت الحب، ولما شافت يسوع
شافت الحب والمحبة في قلب وفي عيوني الرب لي كل المجد، كسرت كل حاجة. صلي من كل قلب النهاردة، يمكن في حاجات هتتكسر النهاردة باسم يسوع. صلاتي ليك النهاردة زي ما أنا في يوم من الأيام كسرت قدامه وتبت ورجعت وقبلته رب ومخلص لحياتي. جال يصنع خير، مش زمان، عملها زمان، بس هو مازال أيضا يجول يصنع خير. هو موجود جنبك، هو موجود معاك، هو موجود الآن في نفس اللحظة، هو موجود النهاردة عشان يعطيك ويشفي ويعطي حياة أبدية. هو اللي خلى الرب يسوع أنه يجول يصنع الخير. وكتب لنا الرسول يوحنا وقال لنا وآيات أخرى كثيرة صنعها يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذ آمنتم حياة باسمه. آيات كتيرة اتكتبت، آيات كتيرة اتكتبت، بس أمور عظيمة، حاجات كتيرة عملها المسيح، حب بلا حدود، حب بلا حدود. مشتاق للحب؟ بتدور على الحب الحقيقي؟ افتح قلبك ليسوع النهاردة. أنا عارف يمكن حد بيشوفنا دلوقتي وتكون مجروح في منطقة معينة في الحب. أصلي من كل قلب النهاردة أقول لك هو أنت عند الشخص الصح اللي يقدر يشفي كل جرح أيا كان هذا الجرح، حب عاطفي، حب في العلاقة، حب في البيت، حب في أي حاجة، في فقدان، في نزيف، في أمر معين مكسور في المحبة. عايز أقولك أنت قدام الطبيب العظيم، أنت قدام الطبيب الشاطر جدا في اسم يسوع المسيح. أنا بصلي معاك النهاردة قبل ما ناخد طلبات الصلاة ونصلي، بس عايز أصلي معاك النهاردة أنك تفتح قلبك وتقبل الحب الإلهي. ارفع قلبك معايا أخويا أختي وصلي معايا من فضلك. صلي لو أنت فعلا النهاردة عايز تقبله. أصلي من كل قلبي أنه بعد الكلام اللي سمعته أنك تفتح قلبك وتقبل يسوع، تقبل الله محبة اللي يملى حياتك. لو أنت شاعر ما عندكش محدش بيحبك، عايز أقولك هو بيحبك النهاردة، هو بيحبك. لو انت حاسس انه مفيش حد بيسأل عليك، هو بيسأل عليك النهارده وبيقولك انا هنا يا رب. بشكرك من اجل اخويا واختي اللي بيصلوا معايا الان في اسمك يا رب. احنا جايين ليك انت، جايين ليك انت الحب كله، جايين عند مصدر الحب النهارده، وارجوك انك تروينا النهارده وتشبعنا انا واختي، انا واخويا النهارده. اشبع كل حد عطشان النهارده يا نهر الحب الكبير الفياض، فيض على أخويا، فيض على أختي النهاردة بحب حقيقي. أنا بصلي يا رب من كل شخص، مع كل شخص النهاردة بيفتح قلبه ليك عشان يقبلك أنت الحب وأنت الطريق الوحيد. أصلي من كل قلب يا رب النهاردة كل حد بيسلم حياته ليك النهاردة أنك تدخل الآن وتعطيله يا رب طمأنية وتملأ قلبه بالسلام في اسم يسوع المسيح. أنا ببارك إخواتي النهاردة يا رب، أنا ببارك كل حد وبصلي مع كل حد كمان مجروح النهاردة، حاسس أنه مش محبوب أو مش عارف يحب. أرجوك علمنا النهاردة، جينا نقعد عند أقدامك عشان تعلمنا كيف نحب. ادينا من حبك من فضلك يا رب، علمنا النهاردة أن نحبك من كل قلوبنا. أرجوك يا رب ادينا نعمة النهاردة وقوة أن نحبك من كل قلبنا ونفسنا وفكرنا وقدرتنا، ونحب الآخرين في اسم يسوع المسيح. أنا ببارك أخواتي بكل بركة روحية في السماوات. خليني صلي مع بعض. أنا عارف الوقت خدنا، لكن في طلبات صلاة هصلي مع الطلبات اللي هنقدر نصلي من أجلها، وبكرة بنعمة الرب يكون عندنا وقت بنصلي أكتر. أخونا في أختنا لولو نبيل طلبت صلاة من أجل شريك حياتي نبيل شكر من أجل، نصلي من أجله. ورم أمين باسم يسوع. أن احنا مش واضحة أول طلبة، لكن أصلي باسم يسوع رب. احنا بنحط النهاردة نبيل بين إيديك يا رب.
في اسم يسوع المسيح. أنا بصلي مع أختنا لولا يا رب، وبنحط نبيل بين إيديك، وبنقول لك يا رب أختنا جاية ترفع جوزها بين إيديك يا رب. أنا بصلي إن كل منطقة وكل دايرة في حياته أنت شايف فيها تعب، إذا كان مرض مد إيدك يا رب، إذا كان ظروف تانية أرجوك تدخل فيها، إذا كانت أبواب محتاجة تتفتح أرجوك من فضلك يا رب إنك تؤمر أنت بفتح كل أبواب من عندك. أنا بصلي تكون مشيئتك في حياتهم. أنا أصلي يا رب إنك أنت تبارك حياتهم، تبارك أولادهم، تبارك علاقتهم في اسم يسوع المسيح، بركة غير عادية على إخواتي من فضلك يا رب. أنا بصلي النهاردة من أجل كل طلبة الآن أرسلت إلينا، كل طلبة رب النهاردة مكتوبة أمامنا هنا النهاردة يا رب، إحنا بنحطها بين إيديك، وبصلي باسم يسوع يا رب استجابة من فضلك يا رب. بصلي انك انت تميل اذانك لكل اخوات يا رب الصارخين الطالبين في هذا الوقت يا رب. احنا بنتحد النهاردة وبنرفع كل طلبات صلاة امامك يا رب. انا بصلي من اجل كل المرضى باسم يسوع المسيح. انا بصلي يا رب صفة خاصة من اجل الاسيس سامح موريس النهاردة، انك تمد ايدك يا رب، مد ايدك القوية من فضلك. بشكرك لاجله، بشكرك لاجل خدماته، بشكرك لاجل عملك فيه يا رب. انا بصلي من اجل كل شخص مريض ايضا يا رب، كل حد، كل بيت فيه مرض، كل بيت فيه كورونا باسم يسوع. قول كلمة النهاردة من فضلك يا رب. بصلي من أجل كل المتألمين، بصلي من أجل كل اللي فقدوا أحباء ليهم في الوقت اللي فات، إنك ترسل تعزية خاصة من عندك في اسم يسوع المسيح. بنصلي بشكرك من أجل كل حد شافنا النهاردة، بشكرك من أجل كل حد تجاوب مع كلمتك أيضا النهاردة. أشكرك يا رب لأنك أنت صانع أمور عظيمة. أشكرك يا رب لأنه إنك هتعوض عن السنين اللي فاتت وأكلها الجراد في اسم يسوع المسيح. بنصلي وبنشكرك وليك كل المجد، أمين. أحبائي، إذا كنت النهاردة عندك اتجاوبت مع كلمة الرب فعلا، أصلي من كل قلبي أنك تاخد خطوة النهاردة، وأصلي من كل قلبي إذا كان عندك أسئلة وإذا كنت محتاج مساعدة اكتب لنا على الخاص، وإحنا محتاجين، ما عندنا وقت، عايزين نصلي معاك، عايزين نشجعك. حتى لو أنت موجود في أي بلد احنا عايزين نساعدك، فقط اكتب لينا على الخاص واحنا هنحاول نساعدك بنعمة الرب. انت في صلاتنا، الرب يباركك. اشوفكم بكرة بنعمة الرب من الساعة 12 للساعة 1. الرب يباركك.